بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور.